ما أود فعله الآن في هذا العرض هو مجموعة من أمثلة المتباينات البسيطة جدا، لكن قيمتها الحقيقية على ما أعتقد ستوصلك إلى فهم حقيقي للمتباينات. لذا دعونا نبدأ بالمثال الأول. إذا لدينا x ناقص 5 أقل من 35. دعونا نرى إذا كان بالإمكان أن نجد جميع قيم x التي تحقق هذه المتباينة، وتلك تعتبر واحدة من مميزات المتباينة. في المعادلة يكون لدينا حل واحد، أو على الأقل في المعادلات التي قد قمنا بحلها. أما في المستقبل سوف ترون معادلات تمتلك أكثر من حل واحد، لكن في هذه التي قمنا بحلها قمنا بإيجاد قيمة x معينة. في المتباينات يوجد مجموعة كاملة من قيم x التي تحقق هذه المتباينة. إذن ما قيل لنا هو ما هي جميع قيم x التي عندما نطرح منها 5 سيكون الناتج أقل من 35. وبالفعل يمكننا أن نفكر بها، أعني 0 ناقص 5 هذا أقل من 35، ناقص 100 ناقص 5 أقل من 35، 5 ناقص 5 أقل من 35. إذن بكل وضوح يوجد العديد من قيم X التي تحقق ذلك، لكن ما نرغب بفعله هو الحصول على حل يشمل جميع قيم X هذه. وطريقة القيام بهذا تعتبر نفس الطريقة التي نحل بها أي معادلة. نريد وضع عبارات x في هذه الحالة على الجانب الأيسر، لذا سوف أتخلص من سالب 5 هذه، ويمكنني أن أفعل ذلك عن طريق إضافة 5 لطرفي هذه المتباينة. إذن يمكنني أن أضيف 5 لطرفي هذه المتباينة، وهذا لن يغير من المتباينة، لن يغير من إشارة الأقل من. إذا كان شيء ما أقل من شيء آخر فإن الشيء زائد 5 سيبقى أقل من الشيء الآخر زائد 5. إذن يتبقى لدينا x على الجانب الأيسر، هذه السالب 5 والموجب 5 يتم حذفها. x أقل من 35 زائد 5 أي 40، وهذا هو الحل. ولكي تتصور مجموعة جميع الأعداد التي تمثلها دعوني أرسم خط أعداد هنا. وسوف أضعه حول، لنفترض أن هذه 40، هذا 40، 41، 42، ومن ثم ننتقل إلى أقل من 40، 39، 38. يمكنك أن تستمر إلى ما هو أقل من 40، سيستمر إلى ما لا نهاية في كلا الاتجاهين، وأي x أقل من 40 ستحققها. لا يمكن أن يساوي 40، لأنه إذا كان x يساوي 40 فإن 40 ناقص 5 يساوي 35، وهي ليست أقل من 35. إذن x يجب أن تكون أقل من 40، وحتى أوضح هذا على خط الأعداد نضع دائرة حول 40 حتى نوضح أننا لن نشمل 40، لكن لاحقا يمكننا أن نظلل كل شيء أقل من 40. إذن سنشمل كل شيء أقل من 40 في مجموعة الحل. إذن كل شيء قمت بتظليله باللون الأصفر سنشمله في مجموعة الحل. إذن 39، 39 و 99 دوري، وهو قريب جدا من 40، نشمله ضمن مجموعة الحل، لكن 40 لا. لهذا السبب وضعنا تلك الدائرة المفتوحة حولها. دعونا نحل مثال آخر، دعوني أحله بلون آخر. لنفترض أن لدينا x، دعوني أكتبه في هذه الزاوية العلوية اليمنى. أفترض أن لدينا x زائد 15 أكبر من أو تساوي سالب 60. لاحظوا أن لدينا الآن أكبر من أو يساوي. إذن دعونا نحلها بنفس الطريقة التي استخدمناها لحل ذلك المثال الموجود هناك. يمكننا أن نطرح 15 من كلا الطرفين، وأنا أفضل أن أبدل الرمز. هنا قمت بإضافة الخمسة على نفس الخط. يمكنك أيضا أن تجمع أو تطرح أسفل الخط هكذا.
فإذا طرحت 15 من كلا الطرفين، أطرح 15 من هنا وأطرح 15 من هنا، فيصبح لدي في الجانب الأيسر x، لأنه بكل وضوح لدي 15 ناقص 15، ذلك يتم حذفه، ونحصل على x أكبر من أو تساوي ناقص 60 ناقص 15 يساوي ناقص 75. إذا كان شيء ما أكبر من أو يساوي شيء آخر، إذا أخذت 15 من هذا ومن ذلك، فإن إشارة الأكبر من أو تساوي ستبقى موجودة. إذن الحل هو x أكبر من أو يساوي سالب 75. دعونا نمثله على خط الأعداد. دعوني أرسم خط أعداد هنا. سوف يكون لدي، لنفترض أن هذه سالب 75 وتلك سالب 74، تلك سالب 73 وتلك سالب 76 وهكذا. يمكنني الاستمرار في تعيين الأشياء. الآن x أكبر من أو تساوي سالب 75، إذن x يمكن أن تساوي سالب 75، وبالتالي يمكننا أن نشمله لأن لدينا إشارة أكبر من أو يساوي. ولاحظوا أننا لم نجعلها فارغة كتلك، بل أكملناها لأنه يمكن أن يساوي سالب 75 أو أكبر من ذلك. إذن أكبر من أو يساوي، سوف نقوم بتضليل كل شيء أعلى من سالب 75 كذلك. إذن مجموعة الحل هي الموجودة باللون البرتقالي، وبكل وضوح يمكننا الاستمرار على اليمين. x يمكن أن يساوي مليون، ويمكن أن يساوي بليون، يمكن أن يكون أي شيء، أي أن يكون أي عدد ما دام أنه أكبر من أو يساوي سالب 75. دعونا نحل المزيد. لنفترض أن x ناقص 2 أقل من أو تساوي 1. مرة أخرى سنضع x على الجانب الأيسر. نتخلص من السالب 2 هذه. دعونا نضيف 2 لطرفي هذه المتباينة، زائد 2 زائد 2، فيصبح الجانب الأيسر x. لدينا إشارة أقل من أو يساوي، وهي لن تتغير بإضافة أو طرح نفس الشيء لطرفي المتباينة. ثم إن 1 زائد 2 يساوي 3، إذن x أقل من أو تساوي 3. أي x قيمته أقل من أو تساوي 3 سيحقق المتباينة. إذن دعونا نعينها، وسوف أجرب أي x قيمته أقل من أو تساوي 3، وتحقق بنفسك من أنها حقا تحقق هذه المتباينة. لا يجب أن أسميها معادلة، إنها متباينة. إذن دعوني أمثل مجموعة الحل. لنفترض أن هذا 0، 1، 2، 3، 4، ذلك سالب 1، سالب 2. إذن x يجب أن تكون أقل من أو تساوي 3، يمكن أن تساوي 3، لذا سنظلل النقطة أو أقل من 3. إذن مجموعة الحل هذه الموجودة باللون الوردي، أي شيء أقل من أو يساوي 3، وتحققوا منها بأنفسكم. إذا كان x يساوي 3 سنحصل على 3 ناقص 2، وهذا ما يساوي 1، وهذا صحيح لأنه يمكن أن يكون أقل من أو يساوي. إذا وضعنا 2 و9 بالعشرة دوري ناقص 2 سنحصل على 9 بالعشرة دوري، وهو أقل من 1. ويمكنك الاستمرار بتجريب أي من هذه الأعداد في مجموعة الحل وردية اللون هذه. دعونا نحل المزيد. لنفترض أن لدينا x ناقص 32 أقل من أو تساوي 0. بنفس الطريقة دعونا نضيف 32 لطرفي هذه المتباينة، فيصبح الجانب الأيسر x، والجانب الأيمن أقل من أو يساوي 32.
مباشرة جدا، نفس المبدأ نستخدمه عند تمثيل هذه المتباينة. نرسم خط أعداد، إذا كان هذا 32 وهذه 33 وهذا 31، يمكنني الاستمرار في إضافة الأعداد الأكبر والأقل من 32. بالنسبة لمجموعة الحل ستكون كل شيء أقل من أو يساوي، لذا يمكن أن يساوي 32 أو أقل من ذلك، لذلك نشمل كل شيء أقل من ذلك. وتذكروا أن سبب شملنا له، أي السبب الذي يجعل من 32 حلا مقبولا لهذه المتباينة الأصلية، هو إشارة الأقل من أو يساوي. هنا لا يوجد لدينا أقل من أو يساوي، ولهذا السبب لم تكن 40 جزء من مجموعة الحل. أراكم قريباً.